خلينا نبدأ بما يجري في الأسود كوبري قصر النيل. ما الذي يتم؟ هل بالفعل في ترميم، في تشويه أم تشويه؟ هل احنا بنتكلم على إجراءات علمية؟ هل احنا بنعمل صيانة لأول مرة، ولا عادة بنعمل صيانة عشان نحافظ على الأسود؟ اسمح لي الأول أشكر حضرتك على المقدمة الدقيقة جدا التاريخية اللي حضرتك سردتها، واللي وضحت وضع الأسود منذ أن تم وضعهم على كوبري الكديو إسماعيل. وطبعا هضيف لحضرتك معلومة وللسادة المستمعين، إن هو الأربع أسود دول لما كلف بيهم هنري ألفريد جاكمار كان الغرض الأساسي منهم إن هم يكونوا حراس لتمثال إبراهيم باشا، اللي هو إبراهيم محمد علي باشا اللي في ميدان المنشية في اسكندرية، ولكن نقلوا للقاهرة ووضعوا على مداخل ومخارج الكوبري. طبعا وضعهم في التوقيت اللي وضعوا فيه كان فيه حماية دقيقة جدا، كانوا محطوطين على قواعد من الجرانيت من ثلاث طبقات، وكان ارتفاعهم بيحميها من المارة، اللي كانوا على الكباري قدامنا المشهد وستك بتتكلم اهو، اللي هو 1933 وهم فوق على ثلاث قطع رخام. اتفضل يا فندم. ده حقيقي، وكان اللي بيستخدم الكوبري كان المارة على اقدامهم او بالدواب، صح، ما كانش في اي بلوشنز او اي تاثير سيء على التماثيل. مع الاتساع بتاع الكوبري والاضافات اللي تمت وحركه السير اللي زادت جدا في القاهره، حصل كتير من الاضرار للتماثيل. المجلس الاعلى للاثار تولى ترميم ببروتوكول تعاون مع محافظه القاهره منذ زمن بعيد، نتيجه لان كان قبل تولي المجلس الاعلى للاثار كان في احد الشركات كانت عملت اخطاء في احد التماثيل وتم ايقاف الاعمال، واسندت الاعمال من التاريخ ده للمجلس الاعلى للاثار، وكل سنه بتتم اعمال الصيانه الدوريه اللي بتتمثل في تنظيف وتجفيف، تنظيف بالصابون المتعادل وتجفيف ووضع طبقه شفافه للحمايه. دكتور جمال، بنعمل حضرتك بتقول ان احنا كل سنه بنعمل ده ولا كل عده سنوات؟ لا، كل سنه بيتم سنويا، ولكن طب اشمعنى السنه دي اللي حصل الهوجه دي؟ ده كمان هضيف لحضرتك ان الهوجه اللي موجوده على وسائل التواصل اغلب الصور بتاعتها بتاعت سنه 2021 مش حاليا. وكان في التوقيت ده بيحتفى بالاعمال الترميم، فالناس اخذت الصور القديمه ونزلتها على وحصل فيها شويه اضافات على الصور عشان يغمقوا لون التماثيل، لكن اللي احنا بناكده من المجلس الاعلى للاثار انه ما حصلش اضافه اي الوان ولم يتم التعامل مع اصل التمثال، ولكن كل اللي تم هو اعمال تنظيف وحمايه فقط، وبتتم الصيانه دي الدوريه من خلال المجلس الاعلى للاثار من خلال مرممين متخصصين في الميتال. وطبعا ده مش جديد، ده كل سنه بيتم. الجديد اللي حاصل ايه؟ انه في تشويه دائم حوالي مجموعه من الجهات اللي بتعمل تكتلات على الميديا وتقول اخبار غير صحيحه، احنا دورنا ان احنا نوضح ده، ومن خلال برنامج حضرتك طبعا برنامج مشاهدته كبيره جدا على مستوى العالم العربي ومستوى مصر، فاحنا بناكد من خلال برنامج حضرتك ان كل الاعمال اللي تمت موثقه سواء قبل الاعمال او اثناءها او بعدها، وكل الماتيريال المستخدمه موجوده وموجود اسمائها علميا، واحنا كمان عندنا استعداد ان احنا نستقبل اي متخصص يحب يشوف الاعمال من قبل واثناء الترميم، وكمان المكان مفتوح يقدر يشوف حاليا. وحضرتك اكدت ان احنا كان في مؤتمر صحفي للامين العام للمجلس الاعلى للاثار النهارده الظهر، وكمان كان في تصريح من معالي وزير السياحه والاثار، واحنا بناكد من خلال برنامج حضرتك ومن خلال القنوات المصريه الحريصه على تقديم المعلومات الصحيحه. اما التدقيق في الامور الفنيه فاحنا على استعداد باستضافه اي حد، وكل مصري غيور على بلده، احنا بنستضيفه ونوضح الامور بالكامل في المجلس الاعلى للاثار. طيب دكتور جمال، هل استخدمنا اي مواد، اي اضافات، اي طلاق، اي شيء؟ لان قال لك استخدموا ورنيش، قالوا استخدموا ورنيش ورنيش، هل ده حصل؟ يا فندم هم قالوا حاجات كتير قوي، كل واحد بيقول حاجات غير منطقيه، يعني في بعض الناس بتقول استخدموا رولا. هي الرولا بتنفع على سطح عليها حفر، الرولا بتبقى في المساحات المفتوحه، ازاي هيستخدمها؟
وبعدين احنا ما بنستخدمش غير الفرش، وبعدين بيقولوا اضافوا الوان سودة. طب ما هو التمثال موجود ويقدر اي حد يشوفه بالعين المجرده. نعم. وده مش متخبي، ده احنا العمل قدام الناس. نعم. اي اضافات تمت لن تتعدى الا الماده الشفافه للحمايه فقط. ودي ماده مسموح بيها ومعروفه ومدونه عندنا وما فيهاش اي مشاكل. هناك فرق بين اعمال الترميم وبين اعمال الصيانه. اعمال الصيانه لا تتعدى ازاله الاتربه والتنظيف واضافه ماده للحمايه. هل الماده دي يا دكتور جمال مديه اللي هو اللون اللي زي ما بقول كده بتدي بريق اللمعه اللي موجوده ديت اللي انا شايفها قدامي؟ اللمعه دي عشان خاطر هي كانت لسه معموله وانعكاس الشمس عليها هو اللي عمل كده، لكن لو شفتها حضرتك النهارده مش هتلاقي اللمعه دي. والكلام ده اصلا يعني كلام ما هوش علمي، لانه احنا ما ضفناش اي الوان، دي ماده شفافه للحمايه، مش ماده ذات لون يعني، او ماده زيتيه زي ما بيقولوا. الكلام ده غير عاري تماما من الصحه، وكل اللي تم هو اعمال صيانه التدخل فيها معروف ومحسوب وموثق من قبل المجلس الاعلى للاثار، وما عندناش اي مخالفات ومش مسموح باي مخالفه في التعامل مع التراث بوجه عام. طيب دكتور جمال، احنا عملنا نقدر نقول كده ما اعرفش ايه اللي عمليه الترميم باستخدام الطرق العلميه من خلال متخصصين من خلال لجنه علميه بتتكلم باجراءات حقيقيه دقيقه علميه واضحه اللي هي بتتعمل كل مره، ولا المره دي غيرنا اللي بينفذ النهارده مختلف عن ينفذ كل مره؟ المجلس الاعلى للاثار واحد، والقيادات اللي موجوده في المجلس الاعلى للاثار بتتبع القوانين والمواثيق الدوليه المتعامل بها، وفي اجهزه سواء من الحكومه او من المجلس الاعلى للاثار او من المؤسسات الدوليه الموجوده في مصر بتراقب كل الاعمال اللي احنا بنتابعها، واحنا عارفين ده كويس، ومفيش اي خطا تم، ولو في اي تجاوز احنا بسرعه بنقدر نتدخل وبنكشفه وبنحاول نعالجه لو حدث، لان احنا مش مسموح عندنا الخطا. الخطا ده يعني بيبقى بعيد جدا جدا، لان الامور بتاعه التعامل مع الاثار بتكون مدروسه، والمواد الخام المستخدمه بتكون مختاره بعنايه، والفنيين اللي بيشتغلوا سواء كانوا مرممين او مساعدين او اساتذه من الجامعه اللي بيشرفوا على الاعمال او اساتذه من المجلس الاعلى للاثار الحاصلين على درجات علميه متخصصه في المجالات المختلفه للترميم، كل ده بيبقى عينه على العمل، فما فيش مجال للخطا. اما الاجتهاد والخوف والحب الزائد للتراث المصري فاحنا بنرحب بيه وما عندناش مشكله، وبنرحب باي حد حابب يطلع من المتخصصين على كل اللي تم، واحنا عندنا تعاون مع كل الجهات، بل بالعكس المجلس الاعلى للاثار مليء بالكوادر الجامعيه اللي بتعمل معانا في كل اللجان، فاحنا مش منغلقين، المجلس عنده قيادات واعده من الشباب ومن الكبار في الخبرات، وعندنا جيل من الحاصلين على الدرجات العلميه من الجامعات المصريه والدوليه، فاحنا مؤسسه علميه دقيقه حريصه على التراث غير مسموح فيها بالخطا. في بعض